بشهادة لوحدها، اللي عايز يكمل يكمل، اللي عايز ياخدها ويشتغل بيها كانوا بيشتغلوا بيها، هو فعلا هيشتغل بالتوجيهية. المهم عندما وصل للتوجيهية والده كان راهن على بعض الخيول التابعة لأحد البرنسات، ومراهنات الخيول كانت منتشرة في هذا الوقت يعني بشكل رهيب، انه يجي حد يدفع مبلغ كبير وانا براهن على الخيل ده او على الحصان ده مثلا بألف جنيه ذهب مثلا او بخمس تلاف جنيه ذهب. فوالده الياس ريحانة دخل في رهان على بعض الخيول، وكان الرهان في نادي الجزيرة الحالي اللي موجود دلوقتي، كان مضمار كبير لمسابقات الخيول. وايضا اشترى بعض الخيول من برنس من أسرة محمد علي، وقال لزوجته إنه هو بعد ما يكسب الرهان وبعد ما يشتري الخيول من البرنس هيتنقل نقلة تانية خالص، وهيبقى واحد من أغنى وأثرى الأثرياء في مصر. لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن. في اليوم التاني خسر الرهان، والبرنس أرسل من يحجز على أمواله وعلى تركته وعلى قصره وعلى مزرعة الخيول التابعة له. أثناء ما هم بيحجزوا على بيته أو على قصره جاله شلل. أنا بتكلم عن أبو نجيب الريحاني اللي هو إلياس ريحانة. وبالفعل أصحاب الرهونات أخذوا كل شيء وانتقلوا على، كان هم حتى عندهم سيارة أيامية كانت تسمى سيارة السوارس، دي كانت بتاعت اللي هي بستاير وكانت بتاعت الأميرات، لكن هم انتقلوا على عربة كارو، عربة وحمار، يعني كان الفقراء يركبوا العربيات الكارو والبرنسات والأميرات بيركبوا الدوكار والسوارس، يعني السوارس الطبقة المتوسطة تقريبا. اللي يقرأ روايات نجيب محفوظ يحس العالم بتاع مصر في العشرينات والثلاثينات ولغاية يمكن منتصف القرن في الخمسينات. انتقلوا في عربية كارو إلى باب الشعرية. بعد ما انتقلوا الأب لم يمكث في الحياة عدة أيام ومات. وبدأت الأم ست لطيفة تواجه حياتها، هتعمل إيه؟ كان أبوها توفى ومفيش حد من أسرتها وسابت الصعيد وملهاش تقريبا قرايب. فراحت خدت أوضة جنب ست اسمها ست أم أحمد. خدوا بالكم، أم نجيب دي أسرة مسيحية، ست أم أحمد دي أسرة مسلمة وجوزها شغال مقرئ وفي المساجد وبيعملوا ذكر ومقرأة قرآن وكده. قعدت أم نجيب تعيط ومش مفيش حاجة تأكل بها أولادها. فدخلت عليها أم أحمد الجارة الجديدة بصواني أكل وقالت لها أنا عارفة أن أنت جوزك لسه ميت وأن أنتوا ما عندكوش حد، اعتبريني أختك. فقالت لها شوفي لي شغلانة. قالت لها والله أنا بطبخ للمياتم وللأفراح، بشتغل طباخة يعني. قالت لها اشتغل معاكي بجد بجد. وبدأت تشتغل أم نجيب طباخة مع الست أم أحمد في المياتم والأفراح. لم يقل أحد أيهما مسلمة وأيهما مسيحية خالص. وكان نجيب في التوجيهية، أما أبوه مات طلع من المدرسة اشتغل إيه؟ اشتغل صبي بقال وساب الفرير. فرير مدارس بقى القباء، مدارس الفرنسوية بقى اللي بيخش فيها الإليت، أبناء البشوات وأبناء الإليت. فمدرس التمثيل في المدرسة عايز يخش المسابقة، فين نجيب؟ نجيب بقى له فترة ما بيجيش. فراح له البيت قالوا له لا ده ترهن القصر واتطردوا. فين باب الشعرية؟ سأل قالوا له ده هو شغال صبي بقال. دخل المدرس على نجيب، هذا الطفل النجيب، لقاه لابس المريلة وبيقطع الجبنة الرومي والروكفورد والمخلي للطرشي. فقال له انت بتعمل ايه يا ابني؟ فالولد اللي هو نجيب الريحاني الشاب ده جري من المدرس. المدرس قاعد يجري وراه، اوقف اوقف اوقف. المهم وقف قال له يا ابني انت خايف مني؟ قال له انا خلاص سبت المدرسه ما عدتش هشتغل، انا حصل لي كذا كذا كذا، ما عندناش فلوس وما عندناش، ولازم اساعد والدتي بتربي ثلاثه غيري. قال له طيب
بكرة هقدم لك شهادة فقر. خدوا بالكم شهادة فقر دي كان علشان حد عايز يكمل تعليمه لازم يقدم انه فقير عشان تعرفوا بس قد ايه يعني الزمن غير الزمن. واسمها كده كان اسمها شهادة فقر كأنها تسول لأن ظروف الأسرة كذا 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 وأننا من الفقراء. خدوا بالكم فأنا نلتمس من مش عارف إيه الجهات المختارة كذا أنها تسمح لابننا إن هو يكمل تعليمه. وبالفعل مدرس تاني يوم قدم الشهادة دي لنجيب الريحاني وخد عليها موافقة ورجع فرحان. فنجيب رجب دماغه قال له لأ أنا مش هكمل تعليمي بشهادة فقر بعد العز اللي قال له معز ايه ما انت متنيل هو انت شغال صبي بقال. المهم قال له انا عشان خاطرك يا استاذ انا هاجي في فرقة التمثيل اعمل البروفات ونشارك بالعرض في القطر المصري وهجيب لكم الجايزة. وفعلا جاب لهم كاسة تمثيل في هذا الوقت. وبعد قال له طب يا ابني ما تكمل وخد شهادة توجيهية وتشتغل بيها. وبالفعل كمل وساعده هذا المدرس وخد شهادة التوجيهية. بعد شهادة التوجيهية ما خدها الست أم أحمد جارتهم دي جابت له واسطة عشان يتعين في البنك الزراعي. بكام؟ أول تعيينه كان 2 جنيه. خدوا بالكم احنا بنتكلم يعني في العقد الثاني من القرن العشرين تقريبا. وفعلا راح اتعين في بنك الزراعي في بني سويف. مين كان معاه جنبه؟ عزيز عيد. الاسم ده هيبقى مهم قوي في تاريخ نجيب الريحاني.